وللحديث عن تغير الموقف والرأي العام في العراق من ميليشيا الحشد، معنا من سيدني السيد ظافر الشمري، الخبير في مكافحة الإرهاب. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. سيد ظافر، في تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت أن الرأي العام في العراق لم يعد ينظر إلى ميليشيا الحشد كما كانت نظرته في عام 2014 على سبيل المثال. ما الذي أودى بهذه القوة العسكرية إلى نقطة الانحدار هذه عند الرأي العام العراقي؟ يعني في البداية مسألة الحشد وتكون أصلا الفصائل هذه تكونت قبل 2014، هي كانت موجودة من هناك، تم تشكيلها من قبل سياسيين للسيطرة على الوضع في العراق. في عام 2014 بعد صدور الفتوى الشهيرة التي يعني كانت تصر على أن يكون من ينتمي إلى الحشد لا يوجد حشد، يعني حتى الفتوى لم تقل حشد وإنما قالت تطوع للجهاد كفائي، وأيضا عدم استغلالها لمناصب سياسية وحزبية. طبعا كل هذا أصبح انقلاب على هذه الفتوى، واحتفظ السياسيون، يعني طبعا هناك سياسيون سنة سياسيون شيعة، يعني مولوا هذه الفصائل من أجل حماية هذه الأحزاب، أحزاب هؤلاء السياسيين، لتكون الواجهة لهم لشبكات الجريمة المنظمة التي يديروها. لماذا انقلب الرأي العام على هذه الفصائل أو هذه الميليشيات؟ لأنها بدأت ترهب الناس في أو أينما تواجدت، مكاتب اقتصادية، أتاوات تهديد، خطف، اغتيال، قمع، أي عملية معارضة لما تستظل به، يعني لما تتصرف به هذه الميليشيات، تواجه بالقمع والقتل والاختطاف. هذه الميليشيات حتى من كان يعني تطوع، مثل ما ذكرنا، تطوع لمقاتلة داعش، وجد نفسه مرميا. أهالي هؤلاء وجدوا أنفسهم بلا مال، هناك الكثير من الذين تطوعوا لقتال داعش وجدوا يعني الذين استشهدوا أو يعني عائلاتهم بقيت بدون أي رعاية، بدون أي توجه من السواء لكن الذين جاءوا. دكتور ظافر، الميليشيا ما تزال موجودة بطبيعة الحال، ولعلك فيما تفضلت به أجبت على جزء من السؤال المهم. هل تشكلت هذه الميليشيا بدعوة وضرورة أمنية عراقية بحتة، أم أنها كانت تتشكل بناء على طلب إيراني وأصبحت فيما بعد ذراعا لإيران؟ لا، بالطبع هي تشكلت قبل الفتوى، احنا ذكرنا أنها تشكلت صحيح. قبل ذلك كان هناك صراع كان في العراق. طبعا إيران كانت لا ترغب أو كانت ترغب باستغلال الفراغ الذي حصل في العراق، يعني وبالتالي حاولت أن تفرض نفوذها. إيران لديها استراتيجية للوصول إلى البحر الأبيض لربط يعني ربط شبكتها كاملة من أجل تصريف منتجاتها، وإحنا نسميه طريق الحرير القديم. نعم. وهو المستمر الآن في الوقت الحاضر، يعني هناك استراتيجية لمد نفوذها. كيف تمد نفوذ إيران نفوذها؟ تمد نفوذها من خلال استدراج استدرار العواطف الدينية المذهبية، خاصة من أجل يعني بناء قوات غير نظامية. نعم. تهدد أي وجود سياسي في العراق يمكن أن يعارض المشروع الإيراني. شكرا. أي وجود سياسي وطني يريد للعراق أن يكون وطنا
ذو سيادة بعيدا عن الاستغلال الإيراني بعيدا عن المصالح. شكرا لك دكتور ظافر الشمري، ومعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، الخبير في مكافحة الإرهاب.